السلام عليكم، معكم الأستاذة أسماء ديدي. درس اليوم في الرياضيات هو الأعداد الكسرية بالفرنسية لفراكسيون، وسنتطرق للجمع والطرح. إذا للتذكير، فالعدد الكسري هو العدد الذي يصف جزءا من الكل ويتكون من البسط والمقام. بالنسبة للمقام فهو يمثل الكل والبسط يمثل الجزء. مثال، نأخذ هذا المربع المقسم إلى 4 أجزاء متساوية. إذن العدد الذي يمثله هو 3 على 4. 3 تمثل عدد الأجزاء الملونة، و4 هو الكل أي 4 أجزاء. نمر الآن إلى الجمع. بالنسبة للأعداد الكسرية نأخذ المثال الأول، لدينا 5 على 6 زائد 3 على 6. عملية جمع الأعداد الكسرية التي لها نفس المقام هي عملية جد سهلة، فقط نقوم بجمع البسطين. إذن هنا البسط بالنسبة للعدد الأول هو 5، والبسط بالنسبة للعدد الثاني هو 3. 5 زائد 3 تساوي 8. بالنسبة للمقام لا نقوم بعملية الجمع، ولكن نحتفظ بالمقام الموحد الذي هو 6. لا نقوم بعملية الجمع في المقام، فقط في البسط. نأخذ مثال آخر، لدينا 6 على 5 زائد 2 على 5. إذن ما هو البسط بالنسبة للعدد الأول هو 6، والبسط بالنسبة للعدد الثاني هو 2. إذن 6 زائد 2 هو 8، ونحتفظ بنفس المقام. أؤكد مرة أخرى، لا نقوم بعملية الجمع في المقام، لا نحسب 5 زائد 5، لا، فقط نضع العدد 5 كمقام موحد. إذن سنحصل على 8 على 5. للتذكير، بالنسبة لعملية الجمع لعددين كسريين لهما نفس المقام، نحسب البسط زائد البسط ونحتفظ بنفس المقام، لا نقوم بعملية الجمع بالنسبة للمقام. نمر إلى عملية الطرح. فعملية الطرح بسيطة أيضا مثل عملية الجمع، لدينا 5 على 9 ناقص 3 على 9. نقوم بطرح البسطين أي 5 ناقص 3 تساوي 2، ونحتفظ بنفس المقام، لا نقوم بعملية الطرح في المقام مثل الجمع 9. إذن سنحصل على العدد 2 على 9. بالنسبة للعملية الثانية، لدينا 8 على 4، إذن البسط هو 8، و3 على 4 البسط هو 3، والمقام الموحد هو 4. إذن 8 ناقص 3 تساوي 5، ولا نقوم بعملية الطرح في المقام، فلنحتفظ بنفس المقام هو 4، وسوف نحصل على 5 على 4. إذن لنتذكر أن عمليات الطرح بالنسبة للأعداد الكسرية التي لها نفس المقام هي طرح البسطين، البسط ناقص البسط، ونحتفظ بنفس المقام، لا نقوم بعملية الطرح في المقام. شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.